بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن جزء دكتور نور، والجزء ده بيتكلم عن انواع الانجكشن تايب. في هنتكلم الاول بس عن التاريخ بتاع النظم الحقن. يعني الاول كان فيه الكاربريتور، ده كان يعني شغال بيه دلوقتي معظمهم حركات بسيطه. ده كانت حاجه تعتبر بدائيه شغاله باللي هو الفنشوي والسروت الفالف وكده، فكان النظام كان يعتبر بدائي يعني شويه. فالناس لقت فيه عيوب كتير، خصوصا مثلا الاميشنز اللي بتطلع منه وكان فيه عيوب في عدم التحكم. يعني في قليل الكنترول على الفيول كان قليل فيه شويه. فجم الالمان فكروا في جازولين انجكشن. دي سنه 90 زاد الطلب عليها وزاد استخدامها، لان بداوا ان هم يستخدموا الانجكشن حاجه زي ايه زي كنترول عليها اعلى. فبقى فيها جزء، في مثلا بدانا بالكي تايب، ده كان جزء كله ميكانيكال بس كان فيه كنترول انجكشن احسن. وبعد كده كان فيه ال تايب. ال ال تايب ده كان جزء نصه نص ميكانيكال والنص التاني الكترونيك. الجزء النص ميكانيكال، الميكانيكال فيه اللي هو نظام المعايره، في اللي هو ال تايب كان نظام المعايره فيه الوقود والفيول والاير. الفيول والاير ريشيو كان نظام فيه الكترونيك، لكن الاجنيشن نفسه بيحصل ميكانيكال. في بنتكلم بالنسبه لل الكومباشن ريكويرمنتس، كان عندي ان ايه اللي هو ايه لو عايز يحصل، لو عايز اعمل احتباك ايه اللي انا محتاجه؟ محتاج فيول واير ومحتاج اجنيشن تايمنج. ليه قلنا اجنيشن تايمنج ما قلناش حاجه تساعد على الاجنيشن؟ لان انا عندي المحرك الديزل بيبقى بيشتغل بالسيلف اجنيشن، فبالتالي اللي انا يبقى عندي الفيول واير واجنيشن تايمنج عشان اضبط انه زمن الحريق. في مصطلحين بتكلم عنهم بالنسبه للفيول وايه. في الفيول بلاس الاير، دي بعبر عنها عن طريق صوت الاوبننج، ودي بتعبر لي عن الباور. وفي الفيول على الاير، دي المود اوف اوبريشن، دي بتعبر عن المود اوف اوبريشن، دي اسمها دي بتعبر عن الكواليتي التشارج كواليتي. لكن الفيول بلاس اير بتعبر عن التشارج كوانتيتي. في عندي ال في مش شرط ان الفيول على الاير ريشيو لما يبقى كبير يبقى استهلاك الوقود كبير، ممكن يبقى نسبه الهواء صغيره لنسبه الوقود صغيره. فبالتالي يعني مش شرط ان انا ما يبقى عندي فيول تو اير ريشيو مثلا في بدايه الكولد ستارت ابقى اشتغلت بكميه فيول تو اير ريشيو كبيره، يبقى معنى كده ان انا بستهلك وقود كبير. انا عندي حاجتين، في تعريفين بنستخدمهم، في المينيمم سبيسيفيك فيول كونسامشن وفي الماكسيمم ثيرمال افشنسي. الماكسيمم ثيرمال افشنسي دي بيبقى فيها دي عندي بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو دوت على ثانية بس اكتبها. مثلا هنا اهو الايتا سيرما بتساوي الام دوت الدبليو دوت على ام دوت فيول في ليدنج فاليو، ماشي. وعندي في بالنسبه للمينيمم سبيسيفيك فيول كونسامشن او السبيسيفيك فيول كونسامشن، معلش بس الخط وحش بس عشان مش متعودين على البتاع دي. على الدبليو دي، فانا يبقى كده ازاي ايه اللي انا محتاجه عشان احقق احسن حاجه في العربيه؟ يبقى انا محتاج ان انا احصل على الماكسيمم ايتا سيرما، ومحتاج ان انا استخدم اقل سبيسيفيك فيول كونسامشن. طب حد يسالني مثلا ايه السبب في ان في اللي انا محتاج يعني ايه العلاقه ما بين الايتا سيرما والسبيسيفيك فيول كونسامشن؟ اللي انا عندي لو انا بصيت على ان هما هنا الدبليو دوت
فوق هنا في دبليو دوت، وهنا يعني هي نفس العلاقه، بس الفرق ما بينهم ان الهيتنج فاليو، هو الهيتنج فاليو ده كونستانت للفيول نفسه، فبالتالي هو ما بيفرق يعني ما بيفرقش معايا. فيبقى انا بس بحتاج ان انا استخدم مينيمال سبيسيفيك فيول كونسامشن وماكسيمم ثيرمال افشنسي. لو جينا اتكلمنا على النظم الجديده بتاعت الانجكشن، لقينا ان هو النظام بيبقى بيستخدم عباره عن النظم الجديده الالكترونيك انجكشن سيستم اللي احنا بنستخدمها، بقت عباره عن انجن الانجن، وادي فوق في الانجكتورز، خط زبالة يعني، وادي الانجن، وفي حاجة جديدة اللي هي الاي سي يو. الاي سي يو ده هو العقل بتاع النظم الالكترونيك انجكشن. الانجن انا الاي سي يو ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل انا في عندي مركب على الانجن مجموعه من السنسورز، السنسورز دي بتطلع سيجنالز توديها للاي سي يو، والاي سي يو تروح عامله اكتيفيتنج سيجنالز توديها للانجكتورز، بحيث ان انا منها احدد الفتره اللي انا احقن فيها وتحدد وكميه الفيول اللي اقدر احقنها. في عندي بقى السنسورز عندي بقى مجموعه سنسورز، بقى ايه احط سنسور زي ما انت عايز، يعني ايس بريشر تمبريتشر فلويد ار بي ام، كل ده عشان اقدر احدد كميه الوقود والهواء عن اللي انا هقدر احقنها والكميه المناسبه بحيث تديني ماكسيمم ثيرمال افشنسي. طبعا الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي لما نخش على انظمه الحق. لو جينا دلوقتي للكلام اللي مكتوب قدامنا، هنلاقي ان الفيول انجكشن في المودرن الفيول انجكشن النظم الحديثه للفيول انجكشن، في ايه هي الميكسر ريكويرمنت، ايه اللي انا محتاجه عشان اعمل ميكسر يديني ماكسيمم ثيرمال افشنس. انا الحاجات اللي هي الريكويرمنتس اللي قدامنا دي كانوا حاولوا قبل كده يطبقوها في الكاربيتوز، لكن ما كانوش يقدروا عشان الحاجات دي محتاجه دقه عاليه، فبالتالي اللي احنا استخدمناه في النظم الحديثه اللي احنا بنستخدم فيها الكمبيوتر. لو جينا على اول حاجه عندنا اللي هي السلايتلي ريتش، السلايتلي ريتش احنا لقينا ان مفيش حاجه اسمها لين ميكسر، مفيش حد بيستخدم اللين ميكسر ده خالص. ليه؟ لان طبعا احنا عارفين ان من اكبر الاميشنز اللي بتاثر على الناس عامه عندنا النقص دي، بسبب ان النقص دي بتيجي لما بيبقى فيه لين ميكسشر، يبقى بالتالي يبقى انا عندي في هواء زياده، في اكسجين زياده، عند درجات الحراره العاليه هيتفاعل النيتروجين مع الاكسجين يتكون اكاسيد النيتروجين. اكاسيد النيتروجين دي بتبقى مضره بالصحه جدا، فانا بالتالي بيبقى عندي بستخدم حاجه الماده بتبقى بستخدم خليط سلايتلي ويتش، حتى بستخدم خليط سلايتلي ويتش ليه؟ طب ليه؟ سؤال بقى اللي يعني اللي ممكن يساله الدكتور، ليه انا بستخدم خليط لين ميكسشر؟ ليه ما بستخدمش خليط لين ميكسشر؟ لان انا لو استخدمت خليط لين ميكسشر ده هيؤدي الى زياده النقص، ودي بتؤدي الى استهلاك الماده الفعاله دي اللي بتبقى موجوده في الكاتاليتيك كونفرتر. الكاتاليتيك كونفرتر ده عرفناه من جزء دكتور عمرو، ده احنا بنستخدمه عشان نقلل الاميشن اللي موجوده في النقص، فعشان كده احنا بنستخدم سلايتلي ويتش. بس احنا في حاجه نسينا نعرفها، ان انا عندي لما نستخدم حاجه ويتش ميكسر هيكون لي اتش سي وسي او،
بس بيبقى كميته مش كبيره للدرجه اللي هي اللي ايه اللي تزود عندي الاميشنز الانبعاثات اللي عندي. في عندي ال نيجي بعديها نيجي نتكلم عن انواع ال عن انواع نظم الحقن الحديث. في عندنا الكيتونيك، الكيتونيك ده اللي احنا اتكلمنا نظام الكيتونيك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. نظام الكيتونيك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده او يعني اللي احنا قلنا ده النظام الميكانيكا، ده بيعمل بيشتغل بدون اي كمبيوتر. عندنا في الفيول بيمشي بيخش على الالكتريك فيول بامب، وبعد كده الفيول اكيوميليتور، بعدين الفيول فلتر، وبعدين يروح على الفيول ديستريبيوتور. الفيول ديستريبيوتور ده هو المربع اللي عندي ده كده، ده الجزء الرئيسي اللي بيحصل فيه الخلط عن طريق اللي انا عندي. ادي الاير بيخش من هنا يعدي على الاير فلتر، وبعد كده يخش على الاير فلو سنسور. المنطقه دي هي المنطقه المهمه اللي بيحصل فيها المنطقه اللي هي اللي بيحصل فيها زي الكاليبريشن للخلطة عامه. لكن انا بيخش الهواء بيخش من صوت الفالف، والفيول يتحقن في الانجكشن فالف، ويجوا هنا يتخلط الوقود مع الهواء، وبعدين يخش على الكومبشن اتشامبر. ده بالنسبه للجزء اللي هو ايه الكيجيتونيك. طبعا المفروض الجزء ده كان الدكتور عمرو قدامنا السنه اللي فاتت، بس الدكتور عواد خد الترم كله يعني. لو جينا نتكلم عن جزء الجيتونيك هنلاقي عندنا ان هو فيه ادي الفيول بيخش على النظام ده، بقينا بنستخدم فيه الكمبيوتر. بس النظام ده يعني ايه نص في الاجنيشن بيحصل بطريقه ميكانيكال، والانجكشن بيحصل بطريقه الكترونيك. هنا في النظام ده الفيول اولا الاير بيخش على الاير فلو سنسور، ده هنتكلم عليه بعد شويه. ادي الاير هنا بيخش على الاير فلو سنسور، ده قلنا هنتكلم عليه بعد شويه. ومن خلال الاير فلو سنسور بنقدر نحدد كميه الهواء اللي دخلت عندي للانجن، فبتروح سيجنال للاي سي يو بكميه الهواء اللي دخلت، تروح تحسب كميه عن طريق المود اللي هو المود اوف اوبريشن اللي انا شغال فيها، سواء مثلا كولد ستارت، شغال ووم، شغال فول لود، شغال بارت لود، بحدد من الاي سي يو او منها احدد كميه الفيول اللي انا محتاجها. فبروح مودي سيجنال بودي سيجنال للفيول بامب ان هي بتبعت كميه الفيول اللي انا محتاجها، واحنا هنتكلم عن الموضوع ده في السلايد الجاي على طول. واحنا السلايد ده يعني هناخد فيه وقت كبير، ده يعتبر هو ده ايه ده نص الجزء كله. هنبتدي كده واحدة واحدة. هنيجي نشوف الأول ال خط سير الاير بيخش عندي الاير بيخش عندي من الحتة دي كده، بيعدي أول حاجة يقابلها بيقابل الاير فلو سنسور. الاير فلو سنسور ده عبارة عن هنشوفه بالتفصيل دلوقتي، بس يعني مبدئيا كده هو الهدف منه بيعاير كمية الهواء اللي داخل للانجن. عن طريق اللي انا عايز كميه الهواء اللي داخله بالانجن ده بودي سيجنالز للاي سي يو، منها بنحسب كميه الفيول اللي احنا هنحتاجه خلال عن طريق برضه ايه حساب المود اوف بيشن اللي احنا شغالين فيه. وبعد كده بيعدي على صوت الفالف، طبعا ده اللي متوصل بالبدال بتاع العربيه، وبعد كده بياخد طريقه لغايه ايه ما يجي يتخلط مع الانجكشن، يتخلط مع الفيبر.
وانا احنا لسه يعني هنتكلم على ايه فلو سنسور دي، هنتكلم عليها بعد كده، بس احنا دلوقتي بناخد فكرة عامة عن الموضوع. هنيجي دلوقتي نتكلم عن ال هنتكلم عن مساوي الفيول. ادي عندي هنا ادي الفيول تانك بيمشي عندي، الفيول تانك بيمشي عندي، يروح الفيول يخش على الفيول بومب، بعد كده يعدي على الفيول فلتر. وفي طبعا احنا هنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي بعدين، وبعدين بيخش على الفيول ويل. الفيول ويل دي عبارة عن ماسورة بجمع فيها الفيول لغاية ما يجي الفترة بتاعة الحقن، يروح ايه رايحة من هنا داخلة على الانجكتور وتختلط مع الهواء اللي احنا الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب لو بصينا على الانجن اللي قدامنا ده انجن كام سلندر؟ الانجن ده ادي 1 2 3 4، طب ايه طب 5، طب ايه ده، هما 4، الخامس ده رايح فين؟ الخامس ده عندنا نشوف لون تاني، الخامس اللي هو ده عندي ده رايح على حاجة اسمها كولد ستارت انجكتور. الكولد ستارت انجكتور ده انا بستخدمه لان انا عندي في بداية الاحتراق ببقى محتاج فيول اكتر، فبالتالي انا في البداية بحتاج فيول اكتر، فبيبقى فيه الانجكتور ده الكل، يعني ده الكل السلندرات ده، الانجكتور ده بيحقن فيول زيادة في الأول، بحيث إن أنا إيه يساعدني في إن أنا أسخن الموتور بسرعة. طيب إيه بيعرف إزاي الإنجين بيعرف إن اللي إحنا دلوقتي في حالة الكولد ستارت ده؟ بيخلينا نروح دلوقتي لبعض السنسورز اللي موجودة. عندي فيه هنا سنسور مكتوب عليه سيرمو تايم سويتش. السنسور ده ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان انا دلوقتي بقيس درجة حرارة مية التبريد اللي محيطة بالانجن عن طريق درجة حرارة المية. طبعا مثلا لو وصلت مثلا درجة الحرارة لمثلا 85 بتبقى ايه، او بتبقى درجة الحرارة في النور بعد ما بخلص عملية الورم اب بتوصل درجة حرارة المية ل 90 درجة، فبالتالي لما يوصل درجة الحرارة ل 90 درجة يبقى أنا كده خلاص عديت مرحلة الكولد ستارت. يبقى أنا الأول السيرمو تايم سويتش ده عبارة عن تمبريتشر سنسور، ده بيقيس درجة الحرارة ويروح مودي سيجنال للإي سي يو يقول له أنا دلوقتي في حالة، في أنه حالة، في حالة الكولد ستارت ولا في حالة تانية؟ يبقى عن طريقه لو أنا في حالة الكولد ستارت الإي سي يو بيبعت سيجنال للكولد ستارت انجكتور يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ احقن فيول زياده عشان احنا دلوقتي في حاله كولد ستارت. لما يخلص يروح توصل درجه الحراره دي تروح للاي سي يو السيجنال بتاعتها يقول للكولد ستارت انجكتور اقفل كده خلاص. طيب انا ازاي بتحكم في كميه الفيول اللي داخله وكميه الاير اللي داخله؟ انا عندي قلنا عن طريق الاير فيول سنسور ده بقدر احدد الفيول اللي عندي داخل، واحنا هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. طيب الفيول ازاي اتحكم فيه؟ عندي حاجة هنا اسمها فيول بريشر ريجوليتور. الفيول بريشر ريجوليتور ده الهدف منه ده بيرجع كمية من الوقود. انا عندي البامب، الفيول بامب بتديني ضعف اكبر كمية ممكنة بحتاجها في ال بحتاجها في ال في البست بحتاجها في ال في الانجن عامة في السلندر. فانا بيبقى عندي عطياني كميه زي تقضيني وتفيد يعني، فبالتالي انا بيبقى عندي الفيول بريشر ريجليتور ده بتحكم فيه عن طريق ادي هنا في الجزء اللي هو بتاع ادي هنا بيحصل فاكيوم. لو انا مثلا لو انا قافل ثانيه واحده بيحصل عندي فاكيوم. لو حصل عندي فاكيوم في المكان ده بيبقى فيه هنا زي ايه، ادي شكله مثلا وادي هنا دي الوصلة طالعة مني.
وفي هنا ايه زي دايفروم. ادي رسمنا هنا شكل، يعني ده شكل بدائي يعني البشر ريجليتور. يعني انا عندي هنا في هواء، وهنا في الفول بيجي اللي جاي من ناحيه الكومن ويل. الفول هنا لما والهواء ده متوصل طبعا تحت هنا الماسوره اللي هي ايه او البايب اللي فيها الصوت الفالف. طيب لو انا دلوقتي الصوت الفالف ده مقفول او بدأ يقفل شويه، مثلا بقى مقفول شويه، يبقى انا بالتالي هنا هيبقى في فاكيوم كبير بسبب ان تأثير البريشر سيلر البيستون هيبقى تأثيره في فاكيوم هنا كبير، يبقى بالتالي تروح منزله الدايفروم ده تحت. يبقى انا ارجع كميه كبيره للفول، ارجع كميه كبيره من الفول للفول تانك. طيب لو انا الضغط هنا مثلا صوت الفالف مفتوح يعني كميه كبيره، يبقى انا الضغط هنا كبير. لو محتاج انا في لو انا محتاج في الـ في الـ في السلندر نفسها فيول كتير، يبقى انا طالما فاتح الصوت الفالف فتحه كبيره، طالما فاتح الصوت الفالف فتحه كبيره، يبقى بالتالي هنا الضغط هيبقى عالي، هيبقى اكبر. يبقى بالتالي يبقى انا الضغط هنا كبير، يبقى هيسد الفتحة الرجوع لل هيسد بقى فتحة الرجوع للتانك، او يعني هيقفلها شوية. طيب لو احنا جينا نتكلم عن ايه هو اصلا، طيب احنا عرفنا فكرة عمل، عرفنا فكرة العمل نفسها. طب انا حاطه ليه؟ ليه الفول بريشر ريجليتور محطوط؟ الفول بريشر ريجليتور انا حاط مهمته الاساسية عشان احافظ على دلتا بي ثابته ما بين الضغط، دلتا بي ثابته ما بين الضغط عندي في عند المانيفولد في الحته دي، وما بين الضغط بتاع الفيول. طيب عندنا في لو احنا طب انا ليه محتاج دلتا بي ثابته؟ يعني هنحسبها كده بمعادلات بالورقه والقلم زي ما بيقولوا. اللي احنا عندنا طبعا احنا عشان احنا بنتكلم عن فتره زمنيه صغيره لزمن الحبل، فاي لو جينا المعادله بتاعتنا بتاعت الام فول بتقول ايه؟ تقول ان دلتا ام فول على الدلتا ام تي على الدلتا تي الزمن بتاع الحبل بيساوي السي دي اللي هو الكوفيشنت اوف ديسشارج مضروب في رو اف الرو بتاعت الفول في الاريا اللي بيعدي منها الفول مضروبة في جذر 2 دلتا بي جذر على 2 جذر 2 دلتا بي على الرو فول. طيب انا لو انا عايز اسهل الشغل بتاعي، طبعا الاي سي يو ده مش هيفضل يسالني كل شويه على العلاقه عامله ازاي، فاحنا بنشتغل بعلاقه لينير. لو بصينا عندنا للشكل للمعادله اللي قدامي دي، على ان السي دي ده كونستنت والرو اف كونستنت والاف كونستنت والرو فول برضه كونستنت، مش ناقص غير الدلتا بي هو الوحيد اللي انا اللي انا لازم اخليه كونستنت عشان اقدر اسهل على نفسي المعادله. فدي بتبقى فايده البريشر ريجليتور اللي انا يخلي لي الدلتا بي كونستانت، بحيث ان انا يبقى عندي العلاقه بتاعت العلاقه اللي متخزنه في الاي سي يو هي علاقه ما بين الدلتا ام فول بيساوي ثابت مضروب في الدلتا تي. يبقى انا كميه الفول اللي انا هدخلها دي بتعتمد على زمن فتح الايه؟ زمن فتح الانجكتور نفسه، الزمن اللي انا بحقن فيه الفول هو ده المتغير الوحيد اللي انا بقدر بيه اتحكم في كميه الام فول اللي داخله عندي. تمام. طيب هنيجي بعد كده نتكلم بقى ايه بالتفصيل عن كل حاجه عن الاير فلو سنسور.
ماشي تمام. ادي عندنا ده شكل للجزء بتاع الاير فلو سنسور. ثانية واحدة، ماشي خليها احمر برضه. ادي عندي الهواء بيخش زي ما قلنا قبل كده ان الهواء بيخش من الحتة دي، فانا عندي بيعدي الاول على الجزء اللي هي زي المروحة اللي قدامي دي. المروحة دي بتبقى من مادة خفيفة بحيث ان انا يعني يبقى تحس باقل حاجة ممكن انا محتاجها. المادة الخفيفة دي بحيث ان انا اما الهواء يتحرك اما الهواء يعدي يروح محركها. طب ازاي الاي سي يو يعرف ان في ان كمية الهواء اتحركت او ان في حركة هنا؟ ان انا عندي المفصل ده متركب على ريستات. الريستات دي على حسب الحركة بيبقى فيه عندي جهد ثابت بيمر في الريستات دي بتغير. طبعا عارفين طبعا قانون اوم اللي احنا بناخده من زمان ده، ان قانون على حسب قانون اوم يبقى انا هيبقى عندي شدة التيار مختلفة. يبقى على حسب شدة التيار الكهربي اللي هتروح للاي سي يو اقدر اعرف قد ايه الزاوية الالفا اللي اتحركها. ادي هنا الزاوية الالفا دي اللي قدر يتحركها اللي قدرت تحركها المروحة دي. طيب انا عن طريق البتاع ده بقدر احسب الكيو الفلو ريت اللي عدى عندي. طيب ازاي بقدر احسب الام دوت اير؟ الام دوت اير عن طريق اللي انا مع في وجود بيبقى فيه سنسور للبريشر وسنسور للتمبريتشر. يبقى انا لو حسبت البريشر محسب طبعا عن طريق العلاقه اللي هي بتاعت البي في البي في العلاقه رو بتساوي رو بتساوي بي على ار تي. رو بتساوي بي على ار تي. يبقى انا عن طريق العلاقه عن طريق البي اللي انا عندي والتمبريتشر اللي موجوده يبقى انا بالتالي اقدر احسب الرؤيه. وعن طريق الفوليوم يبقى انا عرفت كده الام دوت اير اللي انا عندي من خلال بقى الـ زي ما قلنا قبل كده اللي هو السيرمال زي ما قلت قبل كده اللي هو السيرمو تايم سويتش. يبقى انا بقدر اعرف الحاله اعرف المود اوف اوبريشن اللي انا فيها. يبقى انا اقدر اعرف الفيول تو اير ريشيو اللي انا محتاجه. يبقى انا اروح للفيول واحدد الام دوت فيول اللي انا محتاجها. ماشي. طيب ازاي ازاي يعني الهواء اللي بيخش ده بيخش بناء على ايه؟ بيخش بناء على فتحه الصوت الفالف. لو انا قافل هنا الصوت الفالف يبقى بالتالي مش هحس بفاكيوم هنا. يبقى الهواء اللي هيخش كميته قليله. لو بدات افتح الصوت الفالف هيزيد الفاكيوم. يبقى بالتالي تتحرك يعني كل ما تزيد فتحة الصوت الفالف بتزيد زاوية الدوران دي. طيب حد يسأل مثلا ايه الجزء اللي تحت ده؟ الجزء اللي تحت ده اسمه بايباس. البايباس ده بيساعد في عملية الايدلنج على اساس ان انا بيبقى عندي طبعا ببقى قافل الصوت الفالف فبيبقى الضغط قليل بيبقى الفاكيوم قليل اللي انا عندي. فبيبقى البايباس ده يا دوبك يعني كمية هواء صغيرة تخش عشان تحرق كمية الفيول اللي هي اللي انا هحتاجها عشان اعمل عملية الايدي. ماشي. طبعا ده شكل مقرب لل ده يعني شكل الاير فلو سنسور لوحدها. وطبعا هو ده توضيح لشكل المروحه والريستات بتاعت والمفصل اللي هو بتحرك عليه الريستات.
ده برضو شكل تاني برضو دي. عندي البريشر سنسور خلي بالي البتاع دي، البريشر سنسور دي ده ايه فكرة العمل بتاعته؟ اللي انا عندي في هنا مادة بتتغير مقاومتها، هنا المعمول من المادة دي بتتغير مقاومتها الكهربية على حسب الضغط الموجود. فانا مقاومة كهربائية، فالمادة دي من ضمن خواصها ان بيتولد فيها تيار كهربي نتيجة الضغط ده، يعني على حسب الضغط اللي بيحصل عندها بيمر تيار كهربي فيها، عن طريق التيار الكهربي ده بيروح برضه للاي سي يو، ويقدر واقدر منه برضه ايه عن طريق، طبعا الاي سي يو ده بيبقى متخزن فيه معدلات وبيقدر يعرف ايه الضغط اللي موجود عندي، قيمة الضغط اللي موجود. ده لو الجزء ده بيتكلم عن في حالة الـ ايديال سبيد. في حالة الـ ايديال سبيد بيبقى أنا عندي، أو في حالة الـ ايدلينج بيبقى أنا عندي الصوت الفالف مقفول، والحتة دي برضه الـ اير فلو سنسور ما بيبقاش مفتوح بالكمية الكافية، فبيبقى عندي احنا قلنا قبل كده الجزء بتاع البايبوس ده أنا بتحكم فيه عن طريق اللي هو ايه الـ ايديال ميكسر ادجستنج سكرو. وفي جزء هنا عندي ده عبارة عن ايه، جزء فيه حاجة اسمها اوكسيلري اير ديفايس، اوكسيلري اير ديفايس دي، الاوكسيلري اير ديفايس دي بتشتغل في حالتين، حالة الايدلينج وحالة الورم اب. بحيث ان كمية الهواء كلها تعدي من المسار ده لما يكون الصوت الفالف مقفول. لما الصوت الفالف يبقى مقفول في حالة الايدين، انا طبعا انا مش دايس على دواسة البنزين، هيبقى صوت الفالف كله بصوت الفالف مقفول، فبالتالي كمية الفيول معظمها بتعدي من الجزء ده، فكمية الهواء الرئيسية بتعدي من الحتة دي اللي انا محتاجها عشان الفيول تو اير ريشيو اللي انا بستخدمه في الايدينج سبيد. هنشوف بعد شوية في الصفحة الجاية اللي احنا ازاي فكرة عمل الـ Auxiliary Air Device. عندنا الاوكسيلري اير ديفايس ده الشكل اللي هو اللي قدامنا ده عباره ايه، هو مش حديده مثلا محطوطه كده ولا عمود محطوط، دي عباره عن قرص مخرط. نكمل ده عباره عن قرص مخرط، ده بيكون في الاول بيبقى ايه، الماده دي بتبقى ماده باي ميتال، المادة دي بتتمد على حسب درجة الحرارة اللي جاية لي من الانجن، مع زيادة درجة الحرارة بتتمدد، فايه يعني واحدة واحدة تروح ايه قافلة الجزء ده. فهو في الأول قبل ما يبقى الانجن بيبقى بارد، ده طبعا احنا قلنا بيستخدم في عملية الايدلينج والورم اب. في الأول بقى ما بيبقى الانجن بارد بيبقى انا عندي الجزء بيبقى عندي دي نازله تحت، اللي هو القوس اللي احنا قلنا القوس المخرم ده بقى نازله تحت، بقى كميه الفويل هنا مفيش حاجه بتعق. طيب لما بتيجي يبتدي الفويل يبتدي الانجن يسخن،
تطلع تبتدي تطلع دي فوق واحدة واحدة كده لغاية ايه ما تقفل المسار ده كله، تقفله خالص. طب ليه عملناه مخرم؟ ليه ما عملناهوش مسدود؟ ليه؟ لان احنا خايفين، لان لو عملناه، لو خليناه مسدود هيحصل فايبريشن، وممكن الفيول لما يمشي يلاقي الاير، لما يمشي ويلاقي الحاجة دي، يلاقي في وشه، مثلا حاجة تسده، ممكن يرجع تاني عكس الاتجاه. فانا بحط ده بحيث بتعدي كمية هواء بسيطة جدا، يعني ممكن تبقى مهملة تقريبا، مش هتفرق معايا، بعد كده. في اللي على الجنب ده الايرش راودد، ده ايه الهدف من الايرش راودد ده؟ انه بيساعد الايرش راودد ده بيخش كمية هواء، بتساعد الوقود بكمية من الهواء بحيث تندفع، بحيث ان انا ايه يعني الهواء بيخش من هنا، بيخش مع ادي الهواء، الايرش راودد بيخش من هنا الهواء ويفضل ماشي في المسار ده، ويجي يخش مع الانجكتور بحيث ان هو ايه يساعد في تحسين درجة الخلط جوه المحرك، بحيث لما الوقود يطلع يبقى انا، يعني ايه اعطيته كمية هواء، بحيث ان انا ايه وفرت شوية وقت، يعني ان خلطت شوية هواء مع شوية، وقود. لو جينا نتكلم مع قدام، هنتكلم عن النظام الفيول اللي انا ماشي عندي في الحاجات، يعني لو اتكلمنا مثلا عن الالكتريك فيول بامب، الالكتريك فيول بامب دي في حاجة بس مهمة، ان لازم تكون الالكتريك فيول بامب اللي قدامنا دي، لازم الالكتريك فيول بامب اللي قدامنا دي لازم تكون غطسانة، كلها غطسانة جوه البنزين. ليه؟ لان انا بحيث ان هي طبعا دي الكتريك، فممكن تطلع سبارك، فانا السبارك بتاعها ده ممكن لو طلع في وجود، لو مثلا لو انا حطيتها مثلا مش غطسانه كلها، الفيول اختلط مع الهواء، بالتالي ممكن يحصل عندي انفجار في التانك. فعشان كده لازم ما يبقاش في هواء موجود قريب من الالكتريك فيول بامب، فلازم تبقى كلها غطسانه جوه البنزين. عندي نوع للفيول بامب اللي عندي، نوع الفيول بامب اللي عندي اسمها اوبريشن رولر اوف سيل بامب. الاوبريشن رولر اوف سيل بامب دي بيبقى ايه فكرة العمل بتاعتها؟ ثانية واحدة بس. زي ما قلنا ان احنا بنتكلم عن الاوبريشن فولر سيل بامب، عندي ادي هنا ايه فكرة عملها، اللي انا عندي فيه الفيول بيخش من هنا بضغط قليل، بتيجي تلف عندي، ادي عندي في هنا بتلف، ففي الفيول لون اوضح من ده، لو قلنا الفيول دخل من هنا، فمثلا هندرس مثلا الكرة دي، الحتة دي، هنلاقي ان عندي ادي الفيول دخل ودي وهي بتلف قدامها، الفيول هيخش يملى الجزء ده، يفضل يلف، ادي طبعا دي الجزء ده كون انكونسنتريك مع الدايرة اللي بره،
فكل ما تقرب هنا المساحه يتضغط اكتر، ويجي هنا يروح يطلع من الحته دي يطلع ايه بضغط عالي. دي فكره الاوبريشن بتاع البامب اللي احنا فيها. في عندنا بيبقى في موجود الفول فلتر، ده الدكتور ما جابش سيرته يعني بصراحه. وفي ايه الفول اكيوميليتور، الفول اكيوميليتور. الفول اكيوميليتور ده ايه لازمته؟ ده عباره عن خزان صغير بملى بيه البنزين لما اجي اوقف الموتور. ليه؟ بحيث ان انا ساعات مثلا مش لازم ان انا لما اجي ابطل الموتور اسيب العربيه كده بالاسبوع وبعد كده اجي اشغلها تاني. ممكن مثلا نزلت اشتريت حاجه وجاي عايز اشغلها تاني، يبقى دي عمليه اسمها هوت ستارت ستارتنج. فانا لو جيت مثلا بطلت العربيه فالبنزين هيفضل سخن. في المناطق اللي بيبقى فيها درجه الحراره عاليه، درجه الحراره عاليه بيبقى طالما بطلت العربيه مفيش نظام تبريد شغال، يبقى بالتالي درجه حراره البنزين هتعلى. درجه حراره البنزين هتعلى، يبقى ممكن يتبخر، ممكن يعمل لي فيبر لوك، اللي هو مثلا البخار دي بتبقى عامله شبه الطوبه تقف في وسط البايب تسد الحركه خالص. فالفايده الفيول اكيوميليتور ده ان هو الفيول اكيوميليتور ده موجود بعيد خالص عن الانجن. ده ممكن مثلا موجود ورا مثلا عند التانك او حاجه. ده الفيول اكيوميليتور ده لما اجي العربيه بطلها بيخزن كميه فيول جواه، بحيث اول لما اجي ادور في الهوت ستارتنج يروح كميه الفيول دي يبعتها لغايه تمشي في البايب، بحيث اللي تعمل زي هيت ترانسفير، بحيث ان هي ايه تبرد البخار بتاع الفيول اللي اتكون. حتى في ساعات مثلا ميكانيكيه يقول لك ايه لو حصل حاجه زي طبعا مش عارف هو بيبقى لكم، بس لو حصل حاجه زي كده يعني بيجيب فوطه مبلوله ويحطها على ايه على الخرطوم بتاع البنزين، بحيث ان هو يتكثف البخار بتاع البنزين اللي حصل عنده. شرحنا احنا البريشر ريجيليتور قبل كده. عندي ده شكل الكومن ويل، الكومن ويل ادي هنا، دي تحت هنا دول الانجكتورز، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وادي وده الجزء ده اللي هو الجيليتو الفول الجيليتو البريشر الفول بريشر الجيليتو، ده اللي هو اللي احنا بنرجع منه للتانك تاني زي ما اتكلمنا عن الفكرة بتاعته. والكومن ويل دي احنا بنخزن فيها البنزين لغاية ما يجي او الفول يعني لغايه ما يجي الوقت بتاع الحقن في السلندر الشوت الانتيكي، يروح ايه الانجكتور اللي عليه الدور يحقن جوه السلندر اللي انا محتاجه. بتاعك كولد ستارت مش حاطين صوت الكولد ستارت هنا. انا سالت نفس السؤال امبارح يا احمد. خلينا ندرس المحاضره. قعدت عندهم مرتين. عندنا في بقى ايه دي نظم الانجكشن، نظم الانجكشن المختلف. عندي ايه هو اصلا الغرض من عمليه الانجكشن؟ الغرض من عمليه الانجكشن ان انا ادخل البنزين على شكل سبراي، بحيث ان هو اول ما يدخل البنزين جوه السلندر على طول يقوم متبخر على طول، بحيث ان هو يبقى حصل عندي هوموجينيوس ميكشر. عندي في اربع انواع، في مثلا ده الرينج جاب ميترنج،
والسنجل او اف سميترنج، الاثنين دول دول فكرتهم بسيطه، الاثنين دول اهو دول الفكره بتاعتهم بسيطه. دي عباره بالنسبه للي هي رقم 2 دي، دي عباره عن فتحه بعدي منها الوقود عن طريق ابره تفتح بطريقه مغناطيسيه. هنشوف دلوقتي احنا في السلايد الجايه هنشوف فيه شكل الانجكتور بيبقى عامل ازاي. وعندي الاثنين التانيين دول، ده بيبقى فيه مالتي اورفيس ميترنج. مالتي اورفيس ميترنج ده بيبقى فيه عدة فتحات، اللي هو في الاثنين دول بيبقى عندي فيه عدة فتحات بحيث ان انا ايه تساعد على الخلط الجيد مع الهواء. طيب طبعا لان انا لو طلعت وقود من كذا ناحيه يبقى بالتالي ايه هيبقى في اكيد في كميه هواء في النص، يبقى انا كده خلطت وقود احسن. اما بالنسبه احسنهم بقى اللي هو المالتي اورفيس ميترنج والدوال ستريم انجكتور، ده بيطلع بيبقى فيه زي مثلا الستريم بتاع هواء طالع في النص بين الخطين بتوع الفيول، بحيث طبعا كل ده بحيث ان انا اقدر اعمل بيحسن الاتوميزيشن وبالتالي بيحسن الخلط احسن من الاخر. وفي برضه حاجه يعني الحاجه برضه اللي بتساعد معاهم تاني اللي هو الام شراودد فيول انجكشن فالف، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده برضه نوع بيساعد كويس في الخلط بتاع الوقود. ده الشكل بتاع الانجكتور يعني كفكره عامه، يعني ايه ازاي الانجكتور ده بيشتغل. اللي انا عندي الاي سي يو بتبعت سيجنال للانجكتور على هيئه تيار كهربي، التيار الكهربي بيتوصل على هيئه تيار كهربي، ده بيتوصل للنيدل اللي موجوده هنا، فبيبقى فيه هنا موجود في مجال مغناطيسي، فاما النيدل يتحرك في هنا كويل مغناطيسي، لما النيدل تمشي في تيار كهربي هتروح متحركه في الاتجاه اللي فوق ده، تروح فاتحه تفتح المكان بتاع تفتح المكان اللي هو ايه قافلاه بحيث ان الفيول يدخل من هنا. لما يجي زمن الفتح ينتهي يبقى انا بالتالي لما زمن الفتح ينتهي يبقى تروح قطع التيار الكهربي عنها، فالنيدل قطع التيار الكهربي عنها فالنيدل يقل، فالنيدل ينزل تحت، بالتالي يبقى اوقف عمليه الفيول. طبعا كل زمن الفتح هيختلف على حسب المود اوف اوبريشن اللي انا ماشي عليه. الصورتين التانيين دول الدكتور ما عطاهمش. هو بص الجزء اللي قدامنا ده اللي هو ايه؟ ده النظام الموترونيك. نظام الموترونيك اللي احنا كنا اتكلمنا عليه كان ال جي تون. نظام الموترونيك يعني تقريبا هو نظام ال جي تونيك، بس الفرق اللي احنا زودنا كميه سنسورز اكتر. مثلا عندنا مثلا بدل اول حاجه عندنا بدل ما كنا بنستخدم الاير فلو سنسور، ادي الهواء بيخش من هنا، بقينا بنستخدم حاجه اسمها الماس، بقينا بنستخدم حاجة اسمها ايه الاير ماس ميتر. وده هنشوف التكوين بتاعه بعد شوية. هو ده النظام ده غير النظام الجيترونيك والكيجيترونيك؟ ده نظام جديد، ده الموترونيك، ده الأحدث بقى. في النظام الموترونيك ده في
الاجنيشن بيحصل الكترونيكال والالكترونيك والكنترول كله الكترونيك، كله ما فيش حاجه ميكانيكال خالص خالص. الهواء بيخش من هنا، بيخش من هنا ويعدي على الصوت الفالف. الصوت الفالف برضه هنا ما فيش اجزاء ميكانيكيه، شغال برضه بسنسورز، ويخش هنا على الجزء ده برضه. الفيول شغال برضه، الالكتريك بامب برضه بتودي على الانجكتورز وبتحن عادي. هو نفس النظام التاني. في حاجتين، في حاجات زادت هنا، السنسورز زادت عندنا، زي حاجه زي الاكسجين لامدا سنسور. الاكسجين لامدا سنسور ده برضه هنتكلم عن تركيبه، بس كفكره عامه الاول ايه الهدف منه؟ الهدف منه اللي انا ادي عندي الجزء ده هو الكاتاليتيك كونفرتر، اللي انا بقيس تركيز الاكسجين اللي طالع في الاكزوست، قبل الكاتاليتيك كونفرتر وبعد الكاتاليتيك كونفرتر. طيب هستفيد ايه من القرايه قبل وبعد؟ اللي هي قبل، اللي انا بقى عن طريقها بقدر اعرف ايه هو النسبه بتاعه الفيول تو اير ريشيو اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا السنه اللي فاتت خدنا في الجزء بتاع دكتور قصبي، ان هو كان اما بنيجي بيدينا معادله، وبيدينا معادله مثلا بتاعت فيول، وانا عندي مجهول عندي اللامدا او الايرت فيول، اللامدا اللي انا كنت شغال عليها او نسبه الاكسجين اللي انا شغال عليه. طيب انا عن طريق الاكسجين ده اقدر اعرف، اضعف الفيول تو اير ريشيو اللي انا كنت شغال عليه. بالتالي يبقى انا اقدر ايه، اعدل في ظروف الحي. كنا بنتكلم عن اللامدا سنسور، وقلنا ان اللامدا سنسور عندي ايه الفايده منها، اللي انا لما اجي ادي اللامدا سنسور، الفايده منها اللي احنا بنقيس قبل وبعد، بحيث ان الكاتاليتيك بحيث ان انا اقيس كفايه الكاتاليتيك كونفرتر. لو الاوتو هنا مختلف عن الاوتو هنا قل، يبقى انا بالتالي يبقى انا استهلكت كميه من الاوتو دي، بحيث ان هي اكسده السي او 2 اكسده الهيدروكربونز، يبقى انا يبقى كده كفايه الكاتاليتيك كونفرتر دي عاليه. طيب طيب لو الاوتو هنا بقت زي الاوتو هنا، يبقى انا بالتالي ملهاش لازمه الكاتاليتيك كونفرتر، بقت خلاص، بقت يمكن بقت عائق انها بقت مسدوده، وممكن تعمل لي وممكن تزود ضغط الاكزوست اللي عندي. يبقى انا في الحاله دي لما يبان ان الفرق بينهم قريب، هيطلع لي زي اشاره كده في التابلو بتاع العربيه، يقول لي اللي ايه، خلاص الكاتاليتيك كونفرتر دي غيرها، مش جايبه همها. عندنا في في ايه هنا؟ بالنسبه للصوت الفالف، الصوت الفالف ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل طبعا، احنا قلنا ان هنا مفيش اجزاء ميكانيكال خالص. صوت الفالف بيشتغل بجزء الكتروني عن طريق عن طريق حاجه اسمها الاكسلريتور، المفروض هنا تحت اللي هي رقم 23 دي، اللي هي الاكسلريتور بدل موديول. دي فكرتها عامله ازاي؟ اللي انا عندي فيه حاجه زي بوتنشيومتر، ده متوصل على مقاومه كهربيه. لما اجي انا ادوس على البدال ده وسط العربيه، مثلا نزلت مثلا 2 سنتي، يروح مأثر محرك المقاومه الكهربيه، طبعا زي ما قلنا بشده التيار وكده، يروح تيار للاي سي يو يقول له ان انا نزلت بكميه تيار معينه، تروح كميه التيار دي، يروح الاي سي يو بعد كميه التيار للصوت الفالف على موتور كهربي، بحيث ان هو ايه، بحيث ان هو يعني يبقى في علاقه ان انا ادور ان هو يلف بيها الصوت الفالف. يبقى انا بقت عندي كده ايه، علاقه ما بين المسافه اللي انا بنزلها بالدواسه بتاعت العربيه والصوت الفالف والزاويه اللي بيتحركها الصوت الفالف. تمام تمام. في عندي حاجة اسمها الإلكتريك سكندري، اللي هي رقم 8.
8 و9 دي فوق هنا، دي هي الالكتريك سكندري اير انجكشن بامب. دي عباره عن اير بامب بتشتغل بموتور كهربي، بحيث ان انا بحقن هواء منها، راح حاقن الهواء ده مع الاكزوز، بحيث ان هو الهواء ده يساعد عند درجات الحراره العاليه، الهواء ده يساعد ان هو ايه اكسد الاكزوز مع درجه الحراره العاليه بتاعته، اساعد ان انا اكسد مثلا السي او سي او 2 والاتش والهيدرو كاربونز اكسده، بحيث ان انا ايه اساعد الكاتاليتيك كونفرتر ان انا ايه اساعدها شويه في اكسده شويه الحاجات دي. ماشي. هنيجي دلوقتي نتكلم الشكل اللي قدامي ده بيوضح ال الشكل ده بيوضح ال ECU سنسور والسنسورز اللي موجودة حواليها دي، عندي كمية سنسورز رهيبة يعني، و الأكتيويتورز، وده ال ECU مكوناته. اما بالنسبه عندي مثلا هو بس اول حاجتين دول اللي هما الاكسلريتور بدل ترافل والصوت الفالف والصوت الفالف ابريتشر، الاثنين دول بيحددوا الباور بتاعه العربيه اللي انا عن طريقها برضو ايه اللي هو زي ما احنا عارفين الصوت الفالف هو يعتبر هو اللي بيتحكم اساسي في الباور. لازم اقول عملت والله شغال يا عم، اكتبها عندك شفتها؟ ما عليك عايز تتلمي. لو جينا عندنا ايه ده الانجن سبيد سنسور، ده بيبقى الفكره العامه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره اللي انا عندي هنا في ادي مغناطيس، وفي هنا ترس مثلا بيبقى متركب ساعات على السنان على الفلاي وي، بيبقى فيه سن عندي الجزء ده ادينا شايفينه وده فاضي، ده بيبقى بيعبر عن التوب ديد سنتر اللي انا يجي يلف، كل ما يلف لفه تروح جاي عند التوب ديد سنتر، يبقى ايه يبقى انا كده لو يبقى انا كده هيأثر معايا ايه في الحركه يعني. لو بصينا عندي في الشكل اللي هنا ده هيأثر معايا في حركه ايه؟ هيأثر معايا في حركه ايه؟ هو هيأثر معايا في دلوقتي انا لما بيجي بيتحرك قدامي السنه بتتحرك قمه وقاع قمه وقاع، لما يجي عندي فتره كده ما فيهاش قمه خالص، يبقى انا بالتالي هيأثر معايا في السيجنال اللي طالعه من الجزء اللي هو بتاع السنسور نفسه. يعني لو بصينا تحت على الرسمه اللي تحت دي هتوضح اكتر. اللي انا عندي بيبقى فيه قمه، ادي قمه وقاع قمه وقاع قمه وقاع لغايه ما يجي الجزء اللي هو الجاب ده يبقى انا كده يروح للبي سي يو يقول لها ان احنا كده وصلنا لجزء في توب ديد سنتر دلوقتي، يبقى انا عرفت في اللفه دي حددت في زمن قد ايه حصل ده كده. ايه دي فكره ال دي بيبقى الجزء ده النظام ده بيسمى ماجنتيك بيك اب، ده اللي هو الهوت واير اير ماس ميتر، ده اللي هو اللي احنا قلنا ان هو بدل الاير فلو سنسور. ده بقى ايه ده يعني الفايده، ده ايه النظام بتاعه؟ ان هو من ناحيه الدخول ما بنستخدمش، اما بيخش الهواء عندي ما بنستخدمش اير فلو سنسور، لكن بنستخدم اللي هو الاير ماس ميتر ده. ده بيشتغل بحاجه اسمها الهوت واير انوموميتر، ده عباره عن فتيله بسخنها زي فتيله لمبه الكهرباء، لما بتسخن
بترتفع درجة الحرارة حرارتها بتأثير تيار كهربي. تأثير التيار الكهربي ده بيبقى ليه شدة تيار معروفة لدرجة حرارة معينة. لو طبعا الهواء اللي بيعدي قدام الفتيل، لو انا عندي الفتيله دي موجوده في هواء ساكن اكيد هيبقى معروف ان ليها درجه حراره معينه. لو عديت عليها هواء يبقى هيحصل عليها زي تبريد. طيب انا المفروض ان انا عايز اثبت درجه حراره الفتيله دي، يبقى انا ايه؟ لو عايز اثبت درجه حراره الفتيله دي يبقى انا اسخنها من جديد بشده التيار الكهربي. شده التيار الكهربي بقى اللي بسخنها من جديد دي هي اللي بتروح بيروح زي ايه يعني سيجنال للاي سي يو بيقول ان انا كميه شده التيار الكهربي الكارنت اللي انا احتاجته عشان ازود درجه حراره الفتيله دي لدرجه الحراره القديمه دي هو ده. يبقى انا عن طريق قدرت احدد الايه الماس فلو ريت اللي عدى من قدامي بتاع الهواء اللي عدى من قدامي. ولما الاي سي يو يقرا الكارنت يروح مترجمها لكتلة الهواء، يبقى بالتالي الكرنت اللي جاي لي ده يترجمها لكتلة الهواء، فبالتالي اقدر اعمل زي ما كنا بنعمل في الالكترونيك ان انا نحسب كتلة الفيول اللي احنا محتاجينها. دي ده الجزء اللي هو بتاع العلاقة بين دواسة البنزين والصوت اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بتاع اللي هو اللي احنا لما بننزل بالاكسلريتور بدل اللي هو بالدواسة البنزين كميه معينه او مسافه معينه هيتوصل للاي سي يو اللي انا نزلت مسافه قد كده، هتروح تحرك الاي سي يو تطلع تيار كهربي تحرك بيه موتور ده يلف لي الصوت الفالف في زاويه معينه. عندي الرسمه اللي هي اللي على الشمال دي اللي قدامنا دي بتعبر لي عن الفيول تو اير ريشيو، العلاقة ما بين الفيول تو اير ريشيو اللي انا بستخدمه والاكزوست اميشنز اللي بتطلع عندي. عندنا الخط اللي هو المنقط ده بيتكلم عن في حالة ان مفيش كاتاليتيك كونفرتر، الاقي ان عندي مثلا لو بصينا على النوكس الاقي ان في النوكس هنا بيبقى فيه ان بيبقى فيه نقص بتبتدي تبقى قليله قبل في حاله اللين ميكشر، في حاله الريتش ميكشر اللي هو اللي على الشمال واللي على اليمين لين ميكشر، واما يزيد لما تبقى لين ميكشر يبقى انا عندي النقص زاد. عكس الهيدرو الاتش كاربو الاتش سي والسي او دول بعد لما يجي يبقى لين ميكشر يعتبر بيبقوا شبه مش موجودين. لكن لما جينا ركبنا الكاتاليتيك كونفرتر هنلاقي ان في فرق كبير حصل، هنلاقي ان النوكس قبل في حاله الريتش ميكسر تعتبر شبه مش موجوده، عندي الخط تحت هنا ويجي بعد الواحد يروح طالع ايه فجاه لفوق. اما بالنسبه الاتش سي والسي او فهم برضو ايه بيقلوا جامد، بيقلوا الخطوط اللي هي التخينه اللي هي اللي مش منقطه دي بتقل جامد بعد ما بركب الكاتاليتيك كونفرتر. عندي هنلاحظ ان انا احسن حته فيها emissions احسن حته قليل فيها emissions هو الجزء ده. الجزء ده بيبقى حوالي عند لامدا بتساوي 99% لتسعة مثلا 998 من 1000، يعني بيبقى فيها حاجة دقيقة جدا يعني، بحيث ان انا الجزء ده بيبقى ايه سلايتلي ريتش جدا سلايتلي ريتش مني. لو بتأثر في السي او السي او والاتش سي ما يلحقوش يزيدوا جامد والنقص تبقى قليلة. طبعا ادينا شايفين الارقام بالواحد من 1000، فطبعا كان صعب مستحيل ان حاجه زي دي تتعمل في محركات الكربيتور عشان محركات الكربيتور ما فيهاش الدقه العاليه. عندي هنا في الرسمه اللي على اليمين ده في عندي ده قبل كده كان ممكن ساعات بيعملوا لامدا سنسور واحد، لكن في النظم الحديثه بقى بيعملوا يعني كان ساعات بيعملوا لامدا سنسور قبل الكاتاليتيك كونفرتر وخلاص، لكن دلوقتي معنى وجود خط منقط زي ده ان ده ما كانش موجود قبل كده، لكن ده دلوقتي بقى موجود يعني.
اللامدا سينسو ده في فايده منه تاني غير ان انا بعرف فايده الكاتاليتيك كونفرتر، ان انا عايز اعمل كنترول للفيول تو ريشيو، بحيث ان انا لما اجي اقيس الاوتو عند الاكسوست اقدر اعرف الفيول تو ريشيو اللي انا عملناها، ده احنا قلناها قبل كده الكلام ده. طيب بالتالي افضل اغير في كميه الفيول المحقونه علشان اتحكم في نسبه الاوتو في الاكسوست. والعمليه دي عباره عن دايره مفرغه، كل شويه يجي ازود الاوتو شويه، بعدين اروح الاقي مثلا ازود الفيول الاقي مثلا حاجه قلت، اروح مزود اروح مقلل، هكذا بتفضل دايره مفرغه شغاله على طول. بيحاول طبعا بنحاول نوصل للكمال مثلا، وطبعا ايه ما حد مش هنقدر عمر ما الاله هتقدر توصل لاعلى درجه لاحسن من درجه ممكنه. عندي ده الشكل اللامدا سنسور تركيبه. اللامدا سنسور بيبقى عباره ايه، طبعا انا ما اقدرش اقيس حاجه غير ما يبقى عندي فيه ريفرنس ليه، فانا اللامدا سنسور ده بيدخل ناحيتين، ناحيه فيها اكسجين داخل من الهواء الجو، وناحيه فيها اكسجين ناحيه فيها اللي هو ايه بيخش من الاكزوست، وناحيه فيها الاكسجين بتاع الاكزوست، بحيث ان هو يقارن ما بين نسبه الاكسجين في في الغازات العوادم ونسبه الاكسجين اللي موجوده في الهواء الجوي. طيب فكره عملها دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ان في دي ماده من سبيشال سيراميك كود. سبيشال سيراميك كود دي الماده دي مخصوصه ان هي عند درجات الحراره العاليه بتروح تفتح المسافه البينيه اللي ما بين الجزيئات بتاعتها، بالتالي اما المسافات البينيه اللي بين الجزيئات تكبر يبقى انا اقدر يبقى الاكسجين تسمح المسام ان هي تعدي الاكسجين. تمام. اما في الجزء اللي اما في الرسمه اللي على اليمين ده بيقول ان السنسور بيقيس الفرق بين تركيز الاوتو في العادم وتركيزه في الهواء. في حاله الريتش ميكسشر اللي هو اللي على الشمال بيبقى عندي اللمدة اقل من الواحد، فيكون فرق القرايه كبير، بالتالي بيكون الفولتج رايته كبير. طبعا لو لقينا ان رايت الفولتج ارقام بالمئات يبقى انا بالتالي ايه شغال ريتش ميكسشر. لو من الرسمه اللي قدامنا لقينا ان الفولتج اقل من 100 يبقى انا بالتالي شغال في لين ميكسشر. في حاله اللين ميكسشر بيقول فرق بيكون فرق القرايه صغير لان بيوجد هواء زياده، فبالتالي بيكون الفولتج رايته صغيره. الرسمة اللي قدامنا دي بتعبر ان انا دلوقتي عندي السنسورز ده ما يشتغلش عند غير عند درجات حرارة عالية. طيب في حالة الكولد ستارت عامل ايه؟ بضطر ان انا بسخنه، ده بيبقى هيتد لان السنسور لا تعمل الا عند درجات حرارة عالية، لذلك بنشغل الهيتر ده عند الكولد ستارت لغاية ما يوصل لدرجة حرارة 350، فيبدأ يبدا ايه العادم بعد كده يبدا يكون سخن العادم، فبالتالي هو اصلا السيراميك اللي موجود جوه الاكسجين اللامدا سنسور ده بياخد درجه حرارته الاساسيه بالتسخين بياخده من الاكزوست. فطبعا الاكزوست في الاول بيبقى مش لسه ما سخنش، فانا بسخن البتاع ده. نخش على الجزء اللي معانا. ده شكل عندي للكاتاليتيك كونفرتر. الكاتاليتيك كونفرتر في انواع ليها، النوع الاول ده اللي هو اسمه باليت تايب كاتاليتيك كونفرتر، ده عباره عن في مجموعه علبه مليانه ببلي صغير سطحه مدهون بالماده الحفازه. الماده الحفازه دي بيحصل على سطحات تفاعل الكيميائي
بحيث ان انا ايه اكسد عندها السي او والاتش سي. ماشي. في نوع تاني اللي تحت ده اللي هو اكثر شيوعا. النوع ده بيبقى حاجه زي خليه النحل. الخليه الكتيره دي موجود برضو جواها الماده الحفازه، فبالتالي تزود مساحه السطح، سطح التلامس بين الماده الحفازه وبين الاكزوست على قد ما اقدر، فبالتالي اللي انا ايه اساعد على حدوث التفاعلات. اللي تحت عندي ده المعادلات دي عباره عن اوفرول رياكشن، يعني المعادلات عامه انا عارف ان انا محتاج السي او يبقى سي او 2 والمعادلات قدامنا مكتوبه. كل العمليات دي بتحصل جوه الكاتاليتيك كونفرتر. اما بالنسبه فيه اللي هو اللي فوق اللي هو السي وي كاتاليست، ده بيتعامل مع الملوثات الثلاثه معا، سواء نوكس او اتش سي او سي او. لو ركزنا على اللي هي الرسمه اللي تحت دي هي المهمه، يعني الرسمه دي اهي، دي بتعبر لي عن ايه؟ الرسمه دي بتعبر عن حاجه اسمها ال variable valve timing and lift، دي اسمها ال VVT. دي عندنا بعض الاحمال انا ببقى محتاج ادخل كميه هواء او وقود كبيره او قليله، فبالتالي محتاج ان انا اغير الليفت بتاع الفالف. طيب ازاي اغير الليفت بتاع الفالف وانا عندي معروف ان الكام شافت ليها بروفايل معين؟ طيب او هعمل ايه؟ بعمل حاجه زي مثلا يا اما بروفايل بيبقى مايل للكام شافت مثلا بحيث ان انا اقدر احركه، او ساعات ممكن بعمل كامة تانية. ممكن احرك الكامات دي اللي انا ايه ممكن طبعا يعتبر ايه البروفايل شبه بيتغير، فبالتالي بقدر اغير ده بيبقى الماكسيمم ليفت عندي وده بيبقى المينيمم ليفت اللي انا اقدر اعمله. في الناحيه دي ادينا شايفين ادي هنا الـ كان الجزء اللي هو بتاع الفولور كان موجود عند اقل جزء اللي هو ايه اقل ارتفاع موجود عندي، لكن في الناحيه دي عندي الفولور موجود عند ارتفاع اكبر، فانا منه بقدر اغير عن طريق تغيير شكل الكامه بقدر اغير في الفالف ليفت. وطبعا كل ده محسوب في الاي سي يو طبقا لظروف التشغيل، وفي الاي سي يو هو برضه اللي بيقدر يحرك الكامه سواء يحركها عمود الكامات سواء يحركه يمين او شمال، ومفيش حاجه بتتكسر هو معمول يعني سليم. الرسمه اللي فوق دي بتعبر لي عن زمن فتح وقفل الفالف. اخر صفحه بقى طولت عليكم على بعض كده. دي بتعبر لي عن النوكس تنسور. بتعبر عن النوكس تنسور. اول حاجه ايه النوكس تنسور ده عباره عن ايه؟ النوكس تنسور ده عباره عن اكسلوميتر، ده بيقيس الفايبريشن اللي انا عندي، بيقيس الفايبريشن اللي موجود جوه اللي هو عند السلندر، بالتالي اقدر منه اعرف ايه هل في نوك ولا لا. طيب وعن طريقه اللي انا ممكن مثلا ممكن بحط اكتر من نوك سنسور او ممكن احط سنسور واحد. طيب انا لو ممكن احط يعني اكتر من نوك سنسور. طيب لو جينا السيجنالز اللي بتطلع من نوك بتطلع عندي على الشكل اللي تحت ده اللي بتطلع من نوك سنسور، اللي على الشمال ده وزاوت نوك بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي السيجنال طالعه السيجنال بتبقى طالعه ايه طبعا فيها نويز وكده، فما اجي اعمل لها فلتريشن فلتر بالتالي اشيل منها النويز الاقي شكلها عامل كده. اما في حاله وجود نوك الاقي ان انا عندي شكل الفولت بيتغير جامد كده، ولما اعمل لها فلتر الاقي فيه جزء هنا ده بيبقى عنده فيه البيك بتبقى عاليه. وطبعا اما بالنسبه للكيرف ده
ده بيبقى عبارة عن شكل الفولت اللي طالع، الفولت اللي طالع من النوك سنسور. في حالة ان الاي سي يو لو زاد البيك بتاع الفولت اللي هو بتاع النوك عن حد معين، لازم اغير السبارك تايمر بحيث علشان تبعد عن النوك، وبعد كده اوصل لاكبر الافشنسي وبس كده. ده يعني جزء عام عن الجزء دكتور نو يعني، وربنا يوفق ان شاء الله. رب يعني يكونوا استفدتوا كويس. شكرا.